تتزوبع مرة ثانية. عادل انت وينك الحين؟ لف بريك يلا يا اخوي، متى تخلص العاصفة؟ السفينة الزرقاء اللي في الخريطة تعطيك 10,000 اذا احتليتها، بس قوية. قد احتليت واحدة زي كذا، بس انه ما احس اني احتاج احتل سفينة الحين. يب اكزاكتلي صحيح كلامك 100 100. من الديف بيننا والله ما اعرف، علمي علمك للحين ما اعلن عن وقت نزول هذا. معي 16,000. اي عدل الترجمة كيف؟ ممتازة. إذا قصدك يعني وش رأيي في الترجمة، مرة كويسة. بس كيف تحط الترجمة؟ تقدر تحطها عن طريق إذا أنت عندك اللعبة عن طريق ستيم، تنحط على طول، تقدر تختار السب تايتل وتغيرها. عدل في جيف أواي، الجيف أوايز يوم السبت بس. راح أضيف الشيء هذا إن شاء الله تحت في الأشياء اللي تصير. إن شاء الله. جت الزوبعة مرة ثانية يا ولد. الزوبعة دخلت فينا. لا 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 يا ساتر، مرت فوقنا الزوبعة. كسرت سفينتك؟ لا ما كسرت سفينتي، بس انها درعمت علي على طول. شو وضع ام الزوابيع هذه؟ انا في منطقة فيها، لا اقصد نفس لعبة الترجمة. اذا شريت اللعبه من اذا شريت اللعبه على الاكس بوكس ولا البلاي ستيشن من السعوديه، المفروض انها تجيك مترجمه وجاهزه. لكن اذا شريتها من برا، اذا شريتها من برا لا. يعني انا شريت النسخه حقتي من امريكا على البلاي ستيشن ما كان فيها ترجمه. اتوقع انه قصده هل الترجمه كويسه ولا لا. لا كويسه كويسه، بتكمل تختيم كل زون ان شاء الله، لكن راح اخلي اخر شيء لانه ما استمتعت اصلا باللعبه عشان العبها. بدايتها كانت سخيفه مره. اوكي. انا مقطع زي ستاند اب تلعب شيء بعد، تلعب بعد شيء بعد اساسن كريد. اي بلعب شيء بعد اساسن كريد. الشباب اللي بيروح ينام يروح ينام الله يخليكم، لانه بلعب بطول ما ادري متى بخلص اللعبه. فبخلص اللعبه، اذا بخلص اللعبه ببدا العب العاب على اجهزه. بس راح اكون موجود صح؟ انا موجود يعني ما عندي شيء. اقصد البث بعد ما يخلص البث ان شاء الله. اي ان شاء الله. اي فاللي خايف يفوت شيء فرح، وراح ينزل يعني التختيم هذا راح ينزل على القناه. و انت جاتكم عاصفة شكلها بتقلبكم. اوف تستهبل انت. انا ما ادري ليه كل زون مخلينا من الحصريات صراحة، مرة سخيفة كل زون كانت. ونقطة نقطة نقطة ضعف صراحة بالنسبة لجهاز البلاي ستيشن بداية نزوله، يعني لعبة جدا جدا ضعيفة معنى الكلمة. كيف معاهد اللغة عندنا؟ كويسة. تعلم يعني يعتمد عليك، لكن تقريبا شوف يا صديقي، من اربع شهور الى السنة ما تقدر ما تقدر انك تتعلم من غير ما تجرب، من غير ما تستعمل اللغة. اوكي سهل انك تتعلم اي بي سي دي، بس اذا ما استعملت اي بي سي دي بتنساها.
فلازم انك تستعملها ولازم انك تتعود انك تستعملها، مو بتستحي والله اوه ما ابغى اكلم لا اخاف استحي اخاف اغلط. اذا ما غلطت ما راح تتعلم. نشتريها ما اتوقع. وشو كل على طارق ايش ايش على طارق كل كل زون تستاهل. لا طبعا لا تشتريها لانه ما تستاهل. اشتري كرة سلة يا رجل. ايش فيك انسان لعبت هذا لعبة لعبت رايز ولعبت ديد رايزنج. كيف فكرة؟ مو مش بطالة. رايز كانت حلوة بداية. ديد رايزنج يعني ما كملت يعني ما أقدر أقولك والله إنها حلوة ولا خايسة لأني ما كملتها أصلاً. رايز لعبت منها يعني كمية كويسة عشان أقولك إن اللعبة أحسها حلوة يعني إضافة كبداية إطلاق للجهاز مرة زين. انت احسن جول. نواجه الحين اكثر يا الله شكلنا متفجرة يا ضربة واحدة. أنا متأكد ضربة واحدة تجي. الله يرحمك. طيب دخلت القلعة وكل الدنيا ما أدري إيش سوي لأمهم بعد. صدمنا هذا وفجرنا. والله قهر يا شيخ. يد الإكس بوكس يد البلاي ستيشن 4 ولا الإكس بوكس 1؟ أرتاح في الإكس بوكس 1 أكثر للي متعود عليها. يا اخي ديد رايزنج احس ان سوينا سريع كل شيء مسلكين له على الاقل افضل من كل زون من جد. هنا في سؤال حلو، وش صار على المسلسل اللي صوروه ديرتنا؟ صار على المسلسل اللي صوروه ديرتنا؟ ايه والله ما ادري ما تابعت منه ولا حلقه صدقني يعني. لا يعني نزل والله ما اعرف. اكيد انه نزل اكيد. إيه. ما هو كان؟ والله تصدق نسيت. كيف ناسي والله مش اسمه يوسف ناسي. حمزاوي كروس بالعادة مش
اخي مره صعب انك تفجرها من غير مورتر هذه. مسكوا يا عيال. باقي برج واحد ان شاء الله ما تفجر. يمديني افجر ذا البرج. تفجري تفجري. اتوقع اني اتفجر الحين. لا 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 اوه طقه واحده. الموجة بتفجرنا، الموجة فجرتنا، يعني أم القهر. يس أكيد أكيد في فرق مرة كبير بين الجيل الجديد والجيل. يلا تعادل. قلة إيش؟ موجة. يا أخي ما عندي مورترز يا أخي، ما أقدر أفجرهم بسرعة. في واحد يقول روح تذبحهم لازم. لا لازم افجر الابراج عشان اقدر ادخل، ما اقدر ادخل.
الله كله المورتر حقهم ولدي في العيد. ما يمديك تروح تشتري المورتر وترجع؟ لا طبعا مره بعيد. الحين يمديني افجر البورتر ذاك. يعني المورتر اقدر اني اوخر عنه بسهوله اذا ما في احد قاعد يطلق عليه غيره هو. أخيراً ما بغيت أوف يلا لا أحسن كلنا شيء ادري. هل يد الاكس بوكس 1 تشتغل على الكمبيوتر؟ اتوقع ما جربت والله بس اتوقع متى تسوي بث اغلب الاوقات؟ يوميا من بعد الساعه 8 في الليل ما عدا يوم الاحد. ما عدا يوم الاحد
اوه دو قلع ما بقى كثير مرة. حلو حلو والله، إذا أخذنا هذه نقدر نفتح البحر كله. أوكي هنا نقدر نشتري أشياء الحين. لا ما أبغى أتخبط. You'll want nothing but can be found here, sir. أوكي سل كارغو، بيع هذا كله. أوكي بيع هذا كله. والله الخمر ينباع أكثر من السكر تصدق. يبغالنا نشتري خمر. استغفر الله. نعم استغفر الله. ما هذا؟ ليه ما أعلن في اليوتيوب كل ما بديت بث؟ لأنه زحمة كل مرة أعلن عن بث. كل يوم مرة سهل أتوقع إنه كل يوم البث. ما يحتاج إني أعلن كل يوم. upgrades armor، نقدر نسوي الأرمر الحين. خلينا نقوي الأرمر حقنا. نقوي الأرمر حقنا. confirm. okay. heavy shot. عادي بعلق شيء، بعطي معلومة للكومنتري الجديد. أيوة كومنتري جديد، لأنه واحد رسال لي مقطع قال شطة. الله يبارك فيك. علق وش؟ You have my thanks. إذا أنت إذا تبتسوي إنترو لا تخليه 10 ساعات. خل حط هذا المعلومة في بالك. قاعد أشوف إنترو الإنترو الحالة دقيقة. هو قاعد يقدم على الكومنتري حقه تقريبا أخذ 30 ثانية، يعني دقيقة ونص طلعت من حياتي بس عشان تسلم علي. هو كومنتري جديد طيب ولا مو كومنتري جديد؟ أتوقع أنه كومنتري جديد.